إذن مازال مواصل معكم ودائما في شهادة الأسرة. وصلنا الفقرة اللي كينتظروها الكثير الكثير من المستمعين، رفقة الأستاذ الباحث كريم عبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية. صباح الخير. السلام عليكم، نهاركم مبارك. كيف درتي؟ لاباس عليك؟ تبارك الله عليكم، ما شاء الله. الله يبارك فيك. اذا انا سؤالي الاول دائما لك هو النجاحات. دائما كنبغي نتفائل، كنبغي شي حاجه اللي نسمعها ونتفائل بها. الوغ عندي سيده من امريكا جات البارحه وبنتها عندها اون فيبروز بولمونير، دونك اون فيبروز تشمع الرئه، وتكرفست سنوات، وهذه البنيه عندها 40 سنه، ثلاث اولاد، ورغم انه التطور العلمي بقى مشكل ديال الرئتين ما تعرفوش يبنيوهم، وحاليا بدات تاخذ الماء والبصل، بدات تتقرى واحد الراحه كبيره جدا، ومازال العمل ديال ثلاث سنوات لاعاده بناء الرئتين. ودليل على انه الماء والبصل حد الان انتشر الى اخر الدنيا. وهنا تنشوفوا كيف الناس في روسيا، في سنغافور، في امريكا، في هولندا، في فرنسا تيستعملوا في واحد الراحه كبيره. من شهادتي والشهاده ديال من باريس، كيف السيد كان عنده لا ديسبني وداك الخنق عنده، وتبارك الله بدا يرتاح، وهو شهد على انه ارتاح 100%. وديما في الزيارات الطبيه هذا هو القوه ديالنا، انه تنستافدوا من الاطباء في الخير ديالهم والمتعه والعلم والتركيز، وتنستافدوا من الطبيعي وتنجمعوا بين الخيرين، وهذه فرصه مباركه. كذلك سيده جات من ايطاليا البارحه وعلى فشل كلوي، وتبارك الله راه تيتبع مزيان، وغادي يبدا يتبع نظرا النجاحات اللي حققناها من خلال شباب مغربي على صعيد ايطاليا، اللي تبارك الله تروا الانتباه، وهكذا تنتيروا الانتباه من هذه البلاد المباركه، لا في اوروبا كلها، لا في امريكا، لا في دول سنغافور وهكذا. ولقينا على انه هذه البلاد ان شاء الله تعرف حاليا بالنجاحات الطبيعيه، ومع ديما المغرب كان طبيعي مع الطب النبوي، وهكذا بغينا ان شاء الله الطب النبوي ياخذ المكان ديالو الحقيقي، وما بغيناش الناس يستعملوا اي مقادير ويستعملوا اي ماده، بالعكس الجوده كائنه. اذا حنا فاختارينا لو ديسبونيبل اكسيسيبل هابيتويل، بمعنى المالوف في الموجود والميسر اللي نقدروا نحصلوا عليه، بحال البصل، بحال العسل، بحال زيت العود، حكا باش نخرجوا من القاعده ديال الاعشاب اللي مضره، نبقى غير في الامور اللي مالوفه، وهكذا المقادير والجوده تتكون حاضره ان شاء الله بالصحه والراحه للجميع. انتم لاحظتوا دابا تقريبا حوالي 50 حتى 60 واحد في الاسبوع تيجي من خارج المغرب. دابا كاين الناس تيجوا من المملكه العربيه السعوديه من جهه، من دول الخليج، من دول عربيه، وبغينا ان شاء الله المغرب يتعرف بالطبيعي ونشطو حيويا في الطبيعي ديالو. وهكا بغينا الفلاحه، الى اوروبا بغات تمنعنا وتقيدنا في المواد الفلاحيه، حنا غنبدا نوجدوا البلدي ونوجدوا البيو ونوجدوا السياحه الصحيه داخليا، وهكذا ان شاء الله نخليو البلاد ديما مباركه، ديما في الربح ديالها، ديما تتنمو اقتصاديا، سياحيا وصحيا. ممتاز. اذا ناخذوا نعيمه من الرباط. نعيمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا اختي كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، وكنشكروا السيد. نعم نعيمه للاسف. اذا عائشه من سيدي فني. عائشه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسمع مع الدكتور، الله يخليك. تفضلي عائشه. السلام عليكم دكتور. سعد شو الله، مرحبا. عندي واحد المشكل، مشات لي على شهرية مدة 8 شهور هذي. ما عرفت شي وظيفة ولا شي حاجة. شحال العمر ديالك بنتي؟ عندي 43، ولكن عندي لحبوب في الولدة، مشيت عند اختصاصي دوزت الولدة قال لي عندك حبوبة. لا بنتي، والحبوبة عطاك شي دواء ولا مازال؟ لا ولي الوالدة، ما عرفت واش هذا المشكل ولا مزوجة ولا؟ مزوجة. شحال الوليدات تبارك الله؟ شحال الوليدات تبارك الله؟ عندي مية عنده 9. استعملت مورا العملية، استعملت حبوب الحمل يلا قيدة بنتي، نعطيك البرنامج ديالك، عقل الماء والبصل، تعصر واحد البصلة، تاخذ عصير تعصرها، تاخذ منها جوج معلقات كبار حتى ثلاثة في كاس كبير تاع الماء مغلي، ومعلقة ديال العسل الحرة. كل ما خديتي العسل الحرة غنعطيكم واحد الوثيقة اللي تبدا تعرفوا الجودة ديال العسل والأعسل والعسل. حنا العسل ماشي هو اللي غالي، هو اللي مزيان، العسل اللي حر، بمعنى اللي قدرنا واخا يكون اوكاليبتوس وحصلنا عليه من طرف مربي النحل جيد،
متفقين؟ اللي تعرف بالعسل فوقاش ينضجوه فوقاش يقطعوه فوقاش يتعامل معاه هذاك هو العسل. هو خلو كاليبتوس تاخذوا 200 درهم 250 درهم ولكن الجودة عالية لأنه حر وفي الحر ديالو فين كاين العلاج بإذن الله. إذن ممكن تاخذ عسل الليمون في الحلق والحساسية غادي يكون أقوى من حسلك ما تاخذ دغموس وهو 700 درهم يكفيك 150 درهم ديال العسل الليمون وغير الاصل خصو يكون حر وجيد. اللي بغيت نعني من هنا هو انه العسل هو اللي غادي ينفع، العسل الحر هو اللي غادي ينفعني في المرض اللي حنا فيه. بحال كثير من الامراض ديال التكيسات او الحبوب في الوالده او كذا حنا ممكن نشتغلوا مثلا بالعسل اوكاليبتوس تعمل بين 120 درهم حتى 250 حسب الجوده وحسب المنطقه حسب النوعيه ديال لوكاليبتوس. الكاميليا ماشي هو الكونفو ماشي هو نوع اخر ديال 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 لوكاليبتوس وكل واحد تيعطينا نفع معين. اذا بيت القصيد غتاخذ 3 معلقات كبار ديال عصير البصله تقريبا واحد 25 30 غرام عصير وتديرها في كاس كبير تاع الماء مغلي تقريبا 200 غرام وتاخذ معلقه ديال العسل الحره وتخلطهم تاخذهم هذا الكاس تاخذ مع 6 الصباح تكملوا وتاخذوا كاس اخر جديد بعد 3 السوايع 7 مرات في النهار. ممنوع الحيواني. زيت زيتون على الريق مع داك 4 أونص ديال الصباح تكون رقدتي فيه الثومه ايترو ترقد فيه 100 غرام تاخذ منه 3 معلقات كبار وتاكل الخضر والفواكه ما طيبينش خرشوف برو كرافس معدنوس فواكه خضر وتاخذ ليا الحلبه من نبته نص كيلو وتاخذ ليا بزاف الحسوه الشعير والتمر. واخا تاكل حتى 200 غرام ديال التمر في النهار مع 100 غرام ديال الشريحه 100 غرام ديال الزبيب خذهم ليا نورمالمون 7 اسابيع الدوره تترجع باذن الله. علاش؟ هذا هو اللي بغينا الاخوان الباحثين ينتبهوا له، لا الباحثين في التغذيه ولا الباحثين في البيولوجيا بخصوص تواصل الخلايا وتجديد الخلايا الجسم، تلاحظوا على انه كثير من الخلايا تنستطيعوا نجددوها من جدا وجديد وهكذا تنرجعوا حتى النشاط تاع النشاط الهرموني. اذا النشاط تاع لي غلوند كلهم الغدد كلهم باعاده الاشتغال بشكل جديد. لقينا على انه 90% النساء كلهم اللي اتصلوا بنا والناس اللي النساء اللي اتصلوا وخذوا الماء والبصله كلهم بفضل الله تعالى رجعت لهم الدوره الشهريه على سكوند بين 3 à 5 semaines واحد. ثانيا النساء كلهم اللي كان عندهم دي بوليب او تعفنات في لي ترومب في القرون او عندهم حبوب في الوالده او في عنق الرحم قولوا بالثومة زائد البرنامج اللي عطيناكم وتنديروا عسيله مادام تي مزوجه عسيله 100 غرام فيها معلقه ديال حبوب اللقاح معلقه كبيره معلقه صغيره ديال غذاء الملكه تقريبا واحد 25 غرام غالبا 25 غرام تنخلطوا تندهنوا 3-4 المرات وتنديروا العسيله في عنق الرحم وداخل 3-4 المرات وخريق هذا المعدنوس. هذا الاسلوب تبارك الله عطى نتائج اقل من 7 اسابيع حبوب ما تيبقاش لا في الوالده ولا في عنق الرحم لا في الوالده وكذلك ما تيبقاش هذا النوع من المشاكل. وبغيناكم تقيدوا ما تبقاش غير تسمعوا وتقول اه والله الا وصفه مهمه ولكن ما كتبناهاش. كتبوا باش تاخذوا المقادير كتبوا باش تتبعوا ملي تنجحوا قيدوا النجاح الطريقه باش نجحتوا والمده كل واحد وجسمه كل واحد المده اللي غينجح. كاين لي 3 سومي عطى نتائج وكاين لي 7 سومي عطى نتائج كاين لي 3 موعد عطى نتائج وملي تنجحوا تكلموا به ما شاء الله تتكلموا وكثير الناس فرحونا بلجيكا تيعيط تيقول لك نجحنا عن طريق الماء والبصل. هكا بغيناكم تكونوا تتنشروا هذا الخير بعضياتكم حتى تكونوا فخر لهذا البلد. ممتاز. اذا لطفه من قلميمة. السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله. لا بس ربي يخليك. مرحبا. عافاك دكتور الله يحميك. الوالدين انا مزوجه 3 سنين هذه وما عمري ولدت وملي مشيت ندوز قال لي عندك الكوره والقران مسدودين وقال لي ما عندكش حتى شي امل في الدراري. هذه الوصفه اللي عطيت الان الاخت الكريمه خذها كامله. انا نشوفوا كيف الاخوان يديروها في الفيسبوك حتى تكون ان شاء الله وصفه لكل النساء وهديه لكل الاخوات ديالنا وحتى تنجحوا بها وان شاء الله عطات نتيجه كبيره. وكثير الناس مثلا تصور سيد عنده 55 عام رجعت له الدوره الشهريه من بعد الانقطاع. عافاك دكتور الا قدرتي تعاودها لي الله يخليك الوالدين. يعني عندك القرون مسدودين كاع في خطره. يلا قيد وغادي نزرب وشجلها. زيت زيتون على الريق 3 معلقات كبار مع 4 أونص ديال الصباح. عصير البصله 30 غرام في كاس كبير تاع الماء مغلي 200 غرام ومعلقه ديال العسل الحره واخا تكون دغموس غير دغموس مع الاسف لو تيعلفوه الله يهديهم الناس خذوا مع 6 الصباح الكاس الاول كل 3 ساعات 7 مرات. اذا ديما الكاس تاخذه في البلاصه وتجد ملي تبغي تاخذ كاس من بعد الكاس الثاني الثالث والرابع ديما يكون جديد وفي البلاصه تستعمله. نباتي 100% عصير بورو كرافس معدنوس 5 الى 6 مرات في اليوم. تاخذ العسل 100 غرام الزكوم مثلا
في معلقه كبيره ديال حبوب اللقاح، معلقه صغيره ديال الغذاء الملكي تتخلطوه تدهنوه في عنق الرحم 3-4 المرات، حقنه مزيان للرحم 3-4 المرات مع شويه الماء، نفس كميه العسل نفس كميه الماء، تديروا حقنه خليقه ديال المعدنوس والماء مغلي 3 لتر، وقريص النحل فوق الوالده. نورمالمون 3 اشهر الوالده تتنقى بشهاده كل الاطباء لي جينيكو، وهكذا دابا كثير من الاطباء تيطالبوا لنا كيف هذه الوصفه تتشتغل. حنا مستعدين لكل الجلسات، وبغينا هذا الشيء يبقى لله تعالى، اذا فوه بهنا لله، فان شاء الله يكون علم ينتفع به بدون طمع مادي ولا كونتر بارتي اللي ممكن الانسان. هذا حنا بلاك حيدنا هذا الجانب هذا المادي، بغينا ان شاء الله يكون راحه للجميع. ممتاز. اذا القيلب ديال الثوم ضروري باش يساعد ويضبط ويتمكن. مشكور. فوزيه من خويبقة، فوزيه لاحظنا استاذ ان الكثير من السيدات دائما كيقلبوا على العلاج وكيقلبوا على الامل وكيقلبوا على وصفات اللي تكون سهله وطبيعيه باش انها تعاود تحيي فيهم واحد الامل من جديد، كيف المستمعه اللي اتصلت قبل قليل. فشفنا بالنسبه للسيده اللي كانت اتصلت الاسبوع اللي فات وتكلمت على ان الحلبه عودت ردت لها العاده الشهريه، يعني هذا ممتاز وحاجه طبيعيه. شنو يمكن لك تقول في هذا الموضوع؟ هو اللي نقول في هذا الموضوع القاعده مادام انه تنتكلموا على اساسيات ثم عاد التفرعات ديالها. نقيوا جسمكم، اقسموا بالله تطلعوا جسم جديد. جوعوا واحد اسبوع اسبوعين، لذا رمضان مقبل علينا، فاستغلوا هذه الايام في الصيام 2-3 خميس، 2-2 والخميس بغيت نعني، ثم الايام البيض، وغتلقاو راسكم انكم اكتفيوا بالخضر والفواكه ما طيبينش، وشويه ديال ممكن شويه ديال الحسوات الشعير التمرات، ما تركزوش على الاكل كثير، كركزوا على الحاجه اللي نوعيه 100% فائده، الجسم تيطلع من جديد. حنا علاش اختارينا الحلبه؟ ممكن نختاروا القمح. وعلاش نبتناها؟ وممكن انه ناكلوها حبوب او طيبه في الحسوه، حيت كل ما هو غير مطبوخ تستافدوا منه 100%، وكل ما نبتنا ذاك البذرات الفائده تضرب في 100. بحال العسل مثلا ناخذه بوحده فهو غير مطبوخ تستافدوا منه 100%. نعم. كل ما ذوبناه في الماء فالفائده تضرب في 10 وفي 20 وفي 30، بمعنى اي الفائده 100% اي لوبتيميزاسيون تنضربوا الفائده في 10 20 30 100 مره. هذا هو القاعده في الفائده الصحيه. اذا حنا كلهم اللي جاوا عندي تبارك الله عليهم تيحيدوا المواد الحيوانيه 100%، منهم اللي جا من اوروبا بحال البارحه واحد عنده انفيبروز بدا تيحيد المواد الحيوانيه، واحد اخر كذلك جات من من من, من, من ليون تحيدوا المواد الحيوانيه، وهكذا تيجي وتيقول لك حنا بدينا تنحيدوا المواد الحيوانيه، قال حسينا جسمنا افضل والمانعه افضل. دليل على انه كل واحد يقول انه المواد الحيوانيه هي المقويه فهذا خطا فادح. نعم. تيقول كل شيء هذا خطا فادح. ان شاء الله تعالى خصنا نتكلم ناكلوا النباتي 100% وما نطبخوش افضل، هنا الفائده تتكون افضل. بحال حكيت لكم كثير في الحالات اللي الناس تبعوا وكانوا تياخذوا ادويه كثير، ملي بداو تياخذوا من المنبت من البذور والفواكه خضر ما طيباش، فواكه خضر عصائر ما طيبينش، الناس لقاو راحتهم بعد 3-5 اسابيع. دليل على انه التنقيه اصل، ومن بعد التنقيه عاد تبداو تنشوفوا كيف ممكن يبنيوا الاعضاء واحد واحد ان شاء الله بالصحه والراحه. وهكذا القاعده حاضره والنتائج ديالها باينه، اذا فبالتوفيق والصلاح. نعم. اذا ناخذوا سعيده من جديده. سعيده سعيده تعال اختي انا كنسمعك. تفضلي يا سعيده، معك الاستاذ كريم. الو السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. كي داير استاذ؟ بخير. مرحبا استاذ المحيط الوحيد. مرحبا. نعم انا معك سعيده من جديد، انا متبعه معك دابا عندي شهرين قل شي 10 ايام. مرحبا. والحمد سيدي ربي نشكره، انا عندي كونسير في الرياض. في الزوله في عنقي في فوق الكلوه. انا نحمد الله ونشكره دابا وليت كناكل. مبروك عليك. كل شيء وليت كناكل مزيان، كنتحرك بخير، نقدم نداء للحباب اللي كيمشيو الناس كيسمعوني انه يديروا الكيمياء اللي كتعطيهم. انا الحمد لله متبعه داك الشيء ديال البصله وسميتو داك الماده اللي قلت لي حيدها ديال النضانون حيدها، ودابا نحمد الله ونشكره. انا دابا باقا عندي الحجامه الخميس غنديرها. مرحبا. عندي شويه صداع في كتفي شويه واني لاباس. عطيه النحل، عطيه النحيلات مزيان. انا تحسنت يا دكتور. مبروك عليك.
ونشكروا هذا الكرم وهذا اللطف وهذا مقاسمة هذا الخير مع الجميع حتى الناس إن شاء الله يتبعوا ويديروا بحالك. هذا من الكرم. نعم. فإن شاء الله بغينا كل واحد يتبع بحال الأخت. المواد الحيوانية تتاخدها؟ لا محيدة. مبروك عليك. وهنا تتلاحظوا منوع ما تتاخدش الحيواني، تركز على النباتي وتاخد حاجة صحية وشوتبك الله النجاحات اللي كاينة. مبروك ألف مبروك. شنو النداء اللي بغيت توصل للمستمعين؟ عندي شويه صداع، انا عندي شويه صداع، باقي في الكتف. غادي له نحلات في الكتفين. شحال من حلة تدير؟ ما شاء الله ما كاينش تمشى. من الفراش وليت كنتمشى وليت مشيت العرس طاحت فيا دكتور. صحتك وصحتك سيدي. قسم بالله مشيت العرس وشطحت فيه والناس استغربوا فيا ولاو كيقول لي حليل السعديه كتشطح. مبروك عليك ومبروك على الناس اللي تزوجوا. سمح لي على الناس صحيحين اللي تعطي الناس. مبروك على الناس اللي تزوجوا، مبروك عليك الصحة والراحة. يا ربي والله. وانا نقول لك دكتور انا متبعة كناخذ الدواء ديالك ما كناخذ حتى بلاصة. علاش؟ عندي فيه الشك. نعم. الله يجازيك بخير. مبروك عليك، الله يعطيك الصحة. مبروك عليك. إذا هذه أشياء جميلة كتدخل فرحة للقلب. الناس ملي تيبدلوا العسل تيطيحوا في عسل بغشوش تيضيعوا العلاج. تنقول لهم ما تتقرموش، تبعوا معنا. ملي تنجحوا ديروا اللي بغيتوا. بحال قالت لك ما تتبدلش العسل الا العسل اللي تتاخذ من عندنا. كلها يعني الوصفه كامله حتى نوعيه العسل تتاخذوا من عندنا باش العلاج يمشي. شو واحد تيقول لك ايه بحال شي واحد يبدلوا العسل وعندهم ليباتيت بداو تيرجعوا اللور. بدلوا العسل تياخذوا كان عندهم فشل كلوي رجعوا اللور. ما تبدلوش، خليوا العمل يمشي قوي. وما شاء الله عليك ومبروك عليك الف مبروك. نعم. اذا مساج نشوفوا على الليل من نادور. عليكم السلام ورحمه الله. اذا الصوت ما كانش واضح بالنسبه للعلال. اذا فالاشياء الجميله دائما كنبغيوها الطول وكنبغيوها تعطي اكثر. فهنا تكلم لي كثير من الناس مثلا كياخذوا وصفات من عندكم وكياخذوا كيف قلتي تكلمنا على العسل وتكلمنا على كذلك على المرجان المره اللي فايته. فشفنا ان ملي كتبدل الحاجه اولا كنتقرموا على راسنا اولا كنقلوا فيها ما كتعطيش الفعاليه. فشنو هي الوصفات اللي نتوما كتعطيوها باش انها تتبع وتعطى بشكل صحيح؟ لاحظتيو في الاذاعه علاش نتكلم بزاف الماء والبصل وزيت الزيتون. هادو غالبا نولفناهم. العسل شويه صعيب في الاختيار فتنتولوه حتى ملي تيكون عندنا ان ستوك ليميتي كميات محدوده تنضطروا ننوعوا فتنختاروا الاقرب والافضل ولكن نعم. ديما في الجوده العاليه. اذا فهنا بغينا الناس ما يبقاوش يسمعوا لاي كان وبالعكس يتعلموا. حنا بغيناكم تكون عندكم هذه الاليه. لاحظتوا تنقول لكم دواء في ديوركم تعلموا هذا الشيء ديروه ما يبسل عليكم حد ما يبيعوا شيء فيكم حد. بمعنى العمليه ديال الجوده والعمليه ديال حسن الاختيار وديال حسن الاستعمال خاصها تكون مكتوبه حتى تكون مضبوطه ان شاء الله. بالنسبه للمستمعه كتقول ان عندها الم على مستوى الكتفين يعني ما خلات ما دارت له لكن ما لقاتش علاج. شنو هي الوصفه اللي يمكن لها تعطيها استاذ؟ اولا لسعت. ثانيا خصنا نعرفوا بالضبط لا غاديو. شوف سبحان الله العظيم الناس الله يهديهم تيغمضوا عينيهم. العلم موجود. نعم. هالاليات لغاديولوجي، هالاليات التحاليل، هالاليات البحث الدقيق. مثلا تلقى في الكروموزوم تقدر يطلع لك انواع الكروموزوم اللي عندك، فين النقص، فين الزياده، فين التهريسه، فين لي جينوم. علاش حنا ما تستفدوش من هذا الخير؟ انا نفضل نخسر الاموال الطائله في البحث وفي لي زاناليز في لي كونترول وفي هذه المسائل ولا نخسرها في العمليات الجراحيه. واخا اذا فنعرفوا البدايه الاولى كيف الامور هي. ثم الى شي امور استعصات متفقين مع اتفاق مع الطبيب اللي تنثقوا فيه وتنشوفوا فيه الاخلاص والتقوى وما تيكونش استفزازي انها ان شاء الله انه نمشيو في العمليه العلاجيه ولكن ضروري ما نستافدوا. اذا لا غاديولوجي بالنسبه لهذه الاخت تكون عندها حيت نعم. المشكل ديال الكتفين تيجينا حالات مختلفه. تصور مثلا عندها انسبونديلو ارتريت نعم اون اسبير او عندها اون كالسيفيكاسيون او عندها تهريسه تما او عندها اون ارتروز او عندها ان بانسمون او عندها مشكل معين باش غادي نعرفوه. الحمد لله ملي تنشوفوا عن طريق لا غاديولوجي تنعرفوا ومني تنعرفوا تنبداو تنحطوا الاساليب العلاجيه المطلوبه. نعم. اذا نحروا مكالمه لطيفه. لطيفه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي لطيفه. لاباس ربي يخليك. دكتور. تفضلي. دكتور. وي مرحبا. صافا سيدي لاباس عليك. نعم. الله يطول لي عمرك. انا يلا بدي في الحمل ديالي شهور الاولى. اها. وبغيت نعرف الا كان ممكن تعطيني شي وصفات هكذا تساعدني. ما شاء الله عليك. اذا اول شيء زيت الزيتون على الريق بوحده بلا ثوم. حتى المعلقات. اعطيني ديما
معلقة كبيرة. ثانيا تعطيني كاس كبير الماء مغلي في معلقة العسل الحرة بحال الكاليبتوس بحال السدرة، السدرة مزيانة لك بزاف بحال اليازير، هادو ما تخافش منهم خفاف. ديما ساعة ساعة ونص قبل الأكل، وخذ ليا بزاف القمح منبت في الأسيد فوليك في الحديد في لا فيتامين دي في لا فيتامين بي بالانواع من البنف الاسيد فوليك كذلك تتلقى مرات في اليوم. اعطيني 500 غرام في النهار قمح منبت، اعطيني 100 غرام ديال النافع منبت فيه غيقوي لك الامعاء والامتصاص. ثالثا ورابعا الماء مغلي يترو مع 10 يترو مع 4 يترو مع 8 د الليل. اعطيني الحوت بيض طاجين وكثر لي من الخضر والفواكه اللي تتناسبك عينك وميزانك. اذا هذا ان شاء الله غادي يعطيك غادي يبعدك من فقر الدم، يعطيك حصول الامتصاص، يحيدك تقلب المعده، غادي يعطيك توازن هرموني. كثر لي من التمر 200 غرام في النهار ما امكن، والعظيمات ديال التمر حرقهم وخليهم احتياطيين يكونوا مفحمين وتحتاجوا من لا كان شي غاز ولا كان شي عياءات تاع البطن. وفوالا نمشيو في هذا الاتجاه هذا بهذا الاسلوب، حيد المواد الحيوانيه بزاف، حيدها، خذ غير الحوت، خذ الخضر والفواكه كثير بصحه وراحه. اذا حنا غنتوقفوا مع فاصل اشهاري ثم نواصلوا. مرحبا. دائما معكم ودائما في الوصفات الطبيعيه رفقة الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي اخصائي في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. غنستمروا دائما مع المكالمات وناخذوا عائشه. عائشه السلام عليكم. السلام عليكم. كيداسي لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك الحمد لله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف وكنشكر الاستاذ بزاف. انا مؤخرا والله عا كنتسنط غا اليوم وكنت كنتسنط لي وعجبني بزاف. مرحبا مرحبا. كنشكر الاستاذ وكنقول ليه الله يجازيك بخير. الله يجعل العمل لله، الله يجعل العمل لله. تفضلي عائشه شنو السؤال ديالك؟ الله يخليك. انا كنحس ديما بالفشل، ما عنديش القوه، بغيت شي وصفه وعندي انتفاخ في النصران، عندي ليكال فيت دوزت وعندي مصاب ليكال بزاف الدواء، وبصراحه ملي كملت وداك الشيء ما عاودت كملت، بغيت غير شي وصفه طبيعيه. عندك ثلاثه د الوصفات بالنسبه لليكال. غناخذوا الوصفات استاذ الا سمحتي لي. عائشه هذا هو السؤال ديالك باش نحرروا المكالمات. بغيت نسميتو بالنسبه للنحل، قريت النحل، انا عندي النحل هنايا في السطح. مبروك عليك مبروك عليك. عندي في السطح وقرصتني الباس وخدات رجليا. مزيان. واش مزيان ليا زعما مزيان بالنسبه للبروده، وعندي فال برود جنسي تلاقي مشكله مع عندك من عام؟ عندك من عام؟ الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم. جاوبني على السؤال، شنو عندك من عام؟ عندي 34 سنة. إذا بالنسبة نجاوبك على كل حاجة باش نركزوا حتى المستمعين يستافدوا، ما نديروش سؤال واحد، نحاولوا من السؤال المستمعين يستافدوا. والله يرضي عليكم، سجلوا هذا النوع من المعلومات. أولا بالنسبة للبرود الجنسي مادام جبتيه، هو ساعات النحل في آخر الظهر في الأخر ديال لا كولون فيرتيبرال، في الأخر ديال واحد 7 حتى 9 في الاخر، وديروا فوق المبيض لي زوفير ثلاثه على اليمين، ثلاثه على اليسار، وثلاثه شويه لتحت جهه سميتو جهه العانه، اخر العانه ثلاثه. هادو نورمالمون جوج مرات في السيمانه مهمين في الخروج من المشاكل ديال البرود الجنسي. واحد، وتنشط حتى الوالده تنقيها من لي بوليب، من العفن، من اللصخ، شحال ديال اللصخ تينزل، وهكذا تيمكننا نستعمل هذا الاسلوب بطريقه جيده. وهذا الاسلوب هذا غادي ينفعك كذلك حتى في لي غاز، لان كاين شي نقاط اللي عندهم علاقه فوق لي زوفيغ شي شويه، انه تنقدر نضربهم تيتخلصوا من لي غاز في اخر الظهر كذا. اذا حنا ضربنا فائدتين من خلال اسلوب واحد علاجي. ثانيا تناخذوا المرجان 100 غرام، وتناخذوا معاه 50 غرام ديال المعدنوس، تنطحنوه في الميكسر، وتناخذوا حقنه ديما استعمال واحد، تنديروها من في المخرج من لابارتي ريكتال من لانوس، وتنحقنوها ثلاثه المرات في النهار، مع ذاك الصباح مع التسعود، ومع ذاك العشيه مع الخمسه سته ديال الشيء منين دخلوا منين يجيو الناسو. نورمالمون 5 أيام إلى 6 أيام ثلاثه المرات في النهار، نورمالمون لي بالونمون والعفن ديال المصارن، حتى الا كان دي بواسر داخلين، هذا اسلوب تيخوي المصران وتينقي. غير الا كان الاسهال شويه صعيب الحال، تنبدلوا الوصفه، تنبدلوا المعدنوس بقشور الرمان
مزيان وباش نعاودو نقادو لاميكوز انتستينال. والا تاع الاسلوب اللي عنده لي بالونمون، شحال الناس كان عندهم دي بالونمون ولي غاز وانتفاخات الامعاء، ما بقاش هذا المشكل. والاجمل هو حتى الماكله اللي كتنفخهم بحال الكسكسو بحال اللبن ما بقاش ينفخهم بدليل اعاده بناء الامعاء بطريقه جيده وتنقيتها مهم جدا. حاجه اخرى العمليه ديال 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 العظم ديال التمر ديما نفحموه ملي تاكلوا العظم، خذوا بحال الكسكاس داك الحديده، خذوها تكون من عزله راه تتباع في السوق وديروا فوقها شعلوا العافيه فوق، ديروا داك الحديده اللي متقوبه وديروا فوقها العظم ديال التمر وبقاو تحركوا حتى تيتشعل فيه العافيه، تيطلق تخاخن بزاف، حلوا الشراجم وتا تيولي جمر، خليوه يبرد 24 ساعه، دقوه غربلوه نيلوه مع نص معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، وتبارك الله عطى نتائج هائله. اي العظم ديال التمر مزيان والعظم ديال الزيتون مزيان، الا خلطتيهم بجوج غادي يكون شجرتين مباركتين وتبارك الله فوائد هائله. نعم. كاين اللي النهار الاول من بعد استعمال ثلاث مرات في النار هذا المفحم مدقوق مع شويه الماء كي عطى نتائج النهار الاول، كان لي النهار المره الاولى كان لي النهار الاول كي اللي خصو ثلاث ايام كان لي خصو اسبوع، حنا غالبا ما تنتعداوش اسبوع في الاستعمال، ثلاثه الى خمس مرات في اليوم الحمد لله ما تيبقاوش لي بالونمون، ما تيبقاوش لي غاز، ما تيبقاوش المشاكل ديال حموضه المعده، ما تيبقاش حتى لي ليكوباكتير تنضبطوه. وهكذا ان شاء الله وصفه متعدده الاستعمالات. كاين وصفه اخرى اللي ممكن نعاونوا بها هي المنبت ديال الحلبه مزيانه من نص كيلو في النهار مزيانه تاع لي غاز وتعفنات الامعاء واعاده بناء الامعاء. كاين منبت النفع، غير النفع تنستعملوا 10% ومن الحلبه او القمح لانه مجهد ومهم ومفيد، مفيد كثير، هو داخل في السنه والسنوت في واحد منهم بالنسبه للحديث النبوي اللي جا فيه الحديث النبوي على انه المعلى ديالو للسنه والسنوت، هادو مادتين اللي مهمين في علاج كثير من الامراض المستعصيه منها السرطانات. وهكذا ان شاء الله الله تعالى يخفف ويقرب، قيدوا وعمموا ويسروا. بغينا نكتبوا حنا تنحاولوا نكتبوا مع فريق عمل قوي جدي جدا، تنشكرهم شكر جزيل، وان شاء الله راشد المؤلف الاول حنا هو في طريق الانجاز، غادي ندخلوا عليه ان شاء الله مجموعه صور مجموعه اعمال مجموعه تجارب حتى ان شاء الله المؤلف عنواننا راه مكتوب ولكن ما نتكلمش به دابا، وان شاء الله باذن الله اقل من شهر يكون حاضر في السوق. نعم. ونتمنوا الله تعالى التوفيق. اذا حنان من الدار البيضاء. حنان عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي حنان. نشكركم اختي على هذا البرنامج وعلى هذا كنشكر الصوت. انا عندي لي فاريس مشيت عند الطبيب وعندي رقاق اللي ماشي ديال بغيت كان شي وطوش ممكن ندير حجامة. اش عندك من عام بنتي؟ عندي 32 سنة. وفقر الدم ما كاينش؟ فقر الدم ما عندكش؟ لانيمي لا ما عنديش. لا طونسيون مزيانه؟ الدوره لا عندي الدوره وليت كندير جانكو والزعرور. بنتي جاوبني على سؤالي باش نعرف، حيت كاين اسئله محدده بالنسبه عندك وليدات. لا ما الله تعالى يسهلك وليدات طيبين. المهم اللي بغيت نوصل له هنا كاين شروط في الحجامه تي خصها دار، ما خصش يكون فقر الدم، لا طونسيون خصها تكون مزيانه، البنيه خصها تكون صحيحه، ما تكونش في اثناء فتره الحيض ولا الحمل ولا مازال تترضع او عندك وليدات صغار اقل من 3 سنين. علاش خصها؟ لابد ما يكونش ليباتيت، ما تكونش مجموعه امراض اللي تضعف البنيه وما تتخليش الجسم يجدد قدراته ويجدد الدم، هذه كلها اساسيات فتنحترموها. علاش بغينا الحجامه نديرو في القواعد ديالها باش نستافدوا منها، والا غنبداو غير تنديرو مسائل غير معلومه غير علميه غير مضبوطه، والا غنبداو نخربقوا. اذا ان شاء الله تعالى الى الشروط هذه متوفره ممكن ندير الحجامه. ديما نشوف واحد اللي تتعرفوا اولا ضابط ما عندوش امراض مستعصيه، واحد ما عمر الحجام خصو تكون عنده امراض مستعصيه، توتي غادي يجرح ولا تجرح ولا شي حاجه يقدر يؤدي المريض. ثانيا خصو يكون عنده تجربه مضبوطه، وثالثا ما يكونش تيلعب تيخدم باي اليات كاين تيدير الزيزوار كاين تيدير اليات غير صحيه، فحتى خصو يحترم الماكله خصو يكون مشمش
ميكونش عاود اي مكان. نعم. وان شاء الله الا احترمنا هاد استعمال الحجامه بطريقه صحيحه حقا غادي نحيو السنه النبويه. اما اللي متى نلعبوا في الشروط وانت نلعبوا في الاليات وانت نلعبوا في سوء الاستعمال ما كاينش احياء سنه، بالعكس انه تنادي السنه حيت تتكون الاخطاء كثيره وتبداو تنفروا منها الناس حباش ما نطيعوش في الاخطاء. ولذا انه القواعد ان شاء الله احنا غادي نعاودوا نزيدوا نالفوا لا نالفوا كتيب في هذا الاطار هذا خفيف. نعم. يكون للمستعمل ثم المريض اللي بغى يحجم كيف يشوف الشروط فيكون دليل من يريد الحجامه. ان شاء الله غادي نحاول نشوفه كيف نوجدوه حتى نقربوا الى احنا كاطباء تنختاروا الطبيب اللي غادي يفيدنا وينفعنا ويعطينا دي كونتروندي ومتابعه، كذلك تنختاروا كل واحد غادي يمشيو عنده باش يقدم لنا خدمات، وهكذا نكونوا تنمشيو على اسس علميه اسس مضبوطه حتى ان شاء الله حيت تكون مضبوطه وعلى اساس علمي. علاش القران الكريم تيتكلم وتيبين لا بصوره الكهف لا بصوره الملك ولا كثير من الصور ليبلوكم ايكم احسن عملا. اذا خصنا نختاروا الشروط وهي اللي من خلالها نبداو نختاروا السلوك الافضل. ولذا عليه الصلاه والسلام تعلمنا رحمه الله عبدا اذا عمل عملا اتقناه فين غادي يكون الاتقان ما تنعرفوش النقص ديالنا. كيف غيكون السمو والنمو الا ما تنعرفوش شنو الامور اللي واخا تقنا لو بدا تيكون نقص باش نزيدوا في الكمال والتمام والكمال لله تعالى. ونعم بالله. اذا ناخذ خديجه من المحمديه. خديجه اذا غدرتنا اشنو هما النصائح اللي يمكننا نختموا بهم هذه الفقره؟ النصيحه الاساسيه نعم هو كتيب والوصفات الناجحه كتبوها ونجاحكم هو اللي تكتبوا مع النص مع الوصفه وغتشوفوا على راسكم انكم تتنجحوا حيت النجاح ولا نادر والعقليه الراسماليه تقول لك الندره من خلالها تيشتغل خصو يقزم العالم كله الا الفرد هو اللي تيعرف. نعم. والعالم كله ما تيعرفش، حنا بالعكس بغينا وان تعدوا نعمة الله لا تحصل، الوفرة كاينة والخير كاين، إذا قيدوا. وملي تقيدوا شوفوا النجاح ديالكم، ملي تبغيو عمموه وخليوا الخير يعم وغادي تشوفوا كيف أنه ممكن أننا ننفع الناس بدون شروط ولا قيود ولا 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 دي كونتر بارتي، يعني انه حتى تستافد منك عاد انه نعطيك ان شاء الله نخرجوا من هذه القيود ونكون ان شاء الله في الحضاره المباركه المغربيه اللي ان شاء الله نفعت ومازالت تتنفع. مشكور الاستاذ والباحث كريم عبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه على كل هذه المعلومات وكل هذه الوصفات اللي عطيتي للمستمعين. اكيد اللي